وخلال زيارته للمحافظة استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب سيدة بزيارة لمسكنهم في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف. جاء هذا خلال زيارة الرئيس السيسي للمحافظة. اللهم صل على حضرة النبي. رحمة جميلة. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. طيبين حضرتك. عبد الله ابني يا باشا يا رب لو سهلة. نورت بني سويف يا ريس، نورت الدنيا كلها. والله العظيم ده شرف عظيم لينا. اتفضل يا ريس، اتفضل. اتفضل يا ريس. يا مرحبا يا ريس، ده احنا لينا عظيم الشرف، والله العظيم النهارده الدنيا كلها نورت، وربنا يجعل الخير دايما قدامك كده وتحت قدامك. والله يا ريس، والله البلد دي شافت خير على ايد سعادتك، مش هنا، مش القرية دي. والله العظيم مركز بيبا بأكمل وبيتنقل نقلة حضارية، لو قلنا دي خطة خمسية لا، والله دي خطة ألفية. والله خطة ألفية يا ريس. والله الحمد لله بفضل من ربنا، الحمد لله. والله يا ريس طول ما حضرتك موجودة. يا باشا انت نورتنا النهارده، نورت بني سويف كلها، والنيابه عن اهل قريه سدس الامراء احنا بنرحب بسعادتك، بنرحب يعني مهما نقول كلمات يعجز اللسان والله عن ترحيبنا. والله ربنا يستر عليك يا ريس، وربنا يقويك. على زيارتك الجميله دي، ربنا يقويك. شرف لينا يا ريس، والله يوم تاريخي لينا، يوم تاريخي لينا والله يا ريس، يوم تاريخي لينا. يا باشا ده حضرتك اللي هتتغدى معانا النهارده، حضرتك يا باشا والله هديه بسيطه، هديه بسيطة مني يا ريس. يا ريس لا لا، حضرتك اللي تتغدى معانا يا ريس. حضرتك اللي تتغدى معانا، لقمة على موسم والله. لا الموضوع مش كده والله. هدية بسيطة يا ريس مني. والله لو عاملين حسابنا كنا جبنا لك حاجة تليق بمقام سعادتك. ربنا يستر عليك يا رب، ربنا يستر عليك يا ريس. احنا بص ربنا يستر عليك يا ريس، تشريف عظيم لينا والله. زياد شرفتنا خالص. حضرتك يا باشا نورتنا والله. نورتنا يا ريس. شكرا. طب نسلم على الناس؟ اتفضل يا باشا، اتفضل يا ريس، اتفضل. اتفضل.